مساء الخير. التباعد الاجتماعي واجب وطني تحرص على ترسيخه فينا الجهات المعنية وكذلك الأفراد والمؤسسات. دورك في التباعد الاجتماعي هو السبب الهام والأساسي لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره. التزامك وحرصك في تحقيق هذا الأمر يدل على أن البحريني واعي وقد المسؤولية. أثبت أن التباعد الاجتماعي بالنسبة له مسألة تطبيق ومو بس شعار. أثبت أنه يعرف يختار الأهم على المهم، يفكر في الغير قبل نفسه، لأن هذا التفكير هو اللي بيحميه وبيحمي البلد بكمله. حياكم الله في الرأي. مشاهدينا، مشروع دلمونيا أكيد وايد منكم سمع عنه. في حلقتنا لليوم بنتعرف على تفاصيل هذا المشروع واللي هو أحد المشاريع التجارية الفريدة من نوعها، وهو دلمونيا مول المتميز بهندسته المعمارية اللي تحمل الطابع الحضاري الحديث والمستقبلي في وقت واحد. هذا المجمع اللي يقع في وسط جزيرة دلمونيا يعتبر الأول من نوعه في مملكة البحرين، ومن المتوقع أن يكون وجهة جذب لجميع أفراد الأسرة وللسياح من خارج البحرين بما يحتويه من مميزات جاذبة. خلونا ناخذ معاكم لمحة سريعة على مجمع دلمونيا بالتقرير التالي. حقيقة المشروع يعني مشروع فريد من نوعه، لأن المشروع هو حقيقة 125 ألف متر مربع. التصميم الأساسي كان من شركة اسمها دي بي أركيتكس اللي هي عطتنا بس الكونسبت الأساسي، ونحن كمكتب مازن عمران استشارات الهندسية قمنا بالتصميم التفصيلي الإنشائي المعماري والإلكتروميكانيكي. إن أهم نقطة في هذا المشروع إنه هو 47 متر ارتفاعه، في حوالي 1000 موقف سيارات. الأساس تشوفه نحن قاعدين في مكان هني، إذا تشوفون في الأتريوم اللي هو المدخل الأساسي للمجمع، حوالي 45 متر في 36 متر الوسعة. حقيقة ما في ولا أحد، ما في مجمع في البحرين بهالضخامة. المناطق الترفيهية اللي في المجمع اللي تتكون من 6 مناطق اللي هي اندور روك كلايمينج، ايس رينك، اندور فوتبول، والاكواريوم، والفن سكيب، والبوليفارد. والبوليفارد اللي يتكون من اكبر شاشة في الشرق الاوسط على السقف، واللي هي طولها 60 في 10 متر على ارتفاع 22 متر. يعتبر المجمع الوجهة المثالية لجميع افراد العائلة. نحن كنا مدراء المشروع للمول اوف دلمونيا، والحمد لله المشروع خلص بتمام رغم كل التحديات. التحديات كانت كثيره، خاصه بالتنسيق بين مالك المشروع بان كابيتال، بين عده شركات استشاريه
لعدة تخصصات عنا إياها، وعدة كونتراكترز كمان وعدة مقاولين لديفرنت باكيجز كان عنا إياهم على المشروع. رغم كل هيدا قدرنا ننسق بين كل هالبلدين، نقدر نترك وحدة بالشغل بين كل الأشخاص المشتركين، والحمد لله قدرنا نخلص بالوقت المناسب وعلى القيمة المناسبة. أهم التحديات اللي واجهتنا بالمشروع كان أهمها هو التنسيق بين مختلف المقاولين اللي عنا، اللي هن من مختلف أنحاء العالم. كان عنا مقاول الأكواريوم من إيطاليا، ومقاول المكانات الفلتريشن تبع الأكواريوم من إيرلندا، مقاول آيس رينج حلبة التزحلق كان من هولندا. فكان كتير ضروري ومهم نعمل تنسيق يومي أسبوعي مشان كل الأمور تخلص على وقت، وقت المكانات بدها توصل من برا. وكان أهم شيء وأصعب شيء اللي عملناه وبعتقد أول مرة عالمياً بتصير، هو نجيب الأكواريوم اللي مبين وراي بقطعة وحدة إجا من إيطاليا بالباخرة وجبناه على الطريق هون. كان كتير صعب نقدر نمشيه لأنه قطره بيجي 8 متر وطوله 10 متر، فاضطرينا كل الإشارات الضوئية مع التنسيق مع إدارة المرور هون تنشال مشان نقدر نجيبه بقطعة وحدة ونركبه بقطعة وحدة من فوق من السقف قبل ما كان ينصب الخرساني كلها. فكان هذا أكثر تحدي واجهناه بهالمشروع، والحمد لله كان بالتنسيق اليومي والأسبوعي بين كل الأفريقاء قدرنا نجحنا بهالمهمة اللي هي أهم شيء بالمشروع. وزيادة عن هيك كمان كان في عنا الانترتينمنت أرياز كمان جايين مكانات من أمريكا، من أستراليا، من جميع أنحاء العالم. كمان هو كان التنسيق كان كتير صعب، بس الحمد لله مع الجهود اللي عملناها كان كله ناجح. عودة لكم الجديد مشاهدينا، ونواصل حديثنا عن هذا المشروع المتميز مع ضيفنا في الاستوديو الشيخ محمد بن دعي الخليفة الرئيس التنفيذي لمجمع دلمونيا. مسيك بالخير الشيخ. الله يمسيكم بالنور والسرور، نشكركم. هذه والله واجب، وحقيقة يعني من خلال التقرير اللي شفنا المجمع يعني ما شاء الله فعلا فريد من نوعه، وهو مشروع ضخم ويحتوي على العديد من الميزات اللي يمكن تكون لأول مرة يعني موجودة في مملكة البحرين. خلنا نتكلم عن أهداف هذا المشروع شيخ محمد. احنا اولا ودنا نشكر يعني في الأوضاع الراهنة اللي احنا نمر فيها، نشكر جلالة الملك المفدى على أوامره السامية بإطلاق حزمة مالية اقتصادية يعني تساعد التنمية المستدامة في مملكة البحرين للمواطن والمؤسسات. ونشكر سمو رئيس الوزراء حفظ الله ورعاه، نعم، وسمو ولي العهد القائد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وجميع الطواقم الطبية واللجان اللي قاعدة تشتغل على راحة مواطنين أهل البحرين، نعم، وكلنا فريق البحرين. ونشكركم طبعا تلفزيون البحرين على كل اللي تقومون فيه. نرجع للمشروع ومجمع دلمونيا. مجمع دلمونيا لله الحمد يعني الاستراتيجية اللي تم وضعها من البداية مجلس الإدارة كانت خطة يعني تماشيا مع خطة البحرين 2030 لزيادة الأماكن السياحية العائلية. نعم. ولذلك شفنا أماكن ترفيهية مختلفة ويعني تصاميم معمارية صحيح فريدة من نوعها
للمجمعات التجارية. نعم، أنتوا يعني هناك لابد أن في استراتيجيات يعني حرصتوا على تنفيذها في يعني هذا المشروع، ولولا أكيد الاستراتيجيات ما شفنا يعني هذا المشروع بهذه الضخامة بهذا الحجم. خلنا نتكلم عنها الشيخ. إحنا طبعاً الاستراتيجية طبعاً الواحد في الأوقات اللي إحنا يدرس دراسة الأسواق وتغير العالم السريع اللي قاعد يحصل. نعم. العالم الرقمي والناس على الأدوات الإلكترونية والجوالات. صحيح. المجمعات التجارية في العالم قاعدة تتحول وتصير وجهة أزيد مما هي مجمع تجاري فقط. صحيح. فإحنا حرصنا على أن إحنا نكون وجهة لزوار المجمع أزيد مما هي فقط مركز تسوق. صحيح. شفنا بعد أن يعني يحوي المجمع على العديد يمكن من الأنشطة، وفي أيضا يمكن العديد من الأمور اللي تم تقديمها. خلنا نتكلم عن الأنشطة اللي يتم توفيرها في المجمع. طبعا لله الحمد يعني حرصنا على نحن نوفر يعني عوامل جذب عديدة، ومن عوامل الجذب العديدة اللي حطيناها أسسنا شركة سميناها فانسكيب وورلد. وفانسكيب وورلد تملك 4 مرافق ترفيهية مختلفة وموزعة في المجمع. فنبتدي من الدور السفلي، عندنا سميناها فانسكيب أدفنتشر، واللي هو عبارة عن تسلق، ألواح تسلق، ويمكن صار معروف الحين يسمونه روب كورس، وفي زيب لاينز على ارتفاع 4 أدوار. وخصصنا فيه شيء خاص أول مرة نذكره، هذه حق الراي حصري. ممتاز. إن إحنا في هذه المنطقة خصصنا حق الأطفال الصغار بعد مكان خاص، لأن عادة يجون الأسر والعوائل. صحيح. وأحد من الأسرة ما يكون ارتفاعه أو طوله بحجم معين ويزعلون، واحد من العيال يكون سعيد والثاني يكون زعلان. صحيح. فاحنا نتمنى ان احنا الكل يكون يعني الحين صار متكامل. يصير متكامل باذن الله ان شاء الله. ممتاز ممتاز. ونطلع الدور الاول، عندنا في الدور الاول عندنا تزلج على الثلج مثل ما شفتوا في التقرير اللي حطيناه، اول صاله تزلج ثلج في مجمع تجاري في مملكه البحرين. وان شاء الله نسوي فيها يعني نستضيف أهل البحرين كلهم إن شاء الله يزورونا في الأوقات المناسبة. وفي الدور الثاني عندنا فانسكيب بلاي، واللي يعتبر مركز ترفيهي عائلي داخلي، طبعا يحتوي على جميع ألعاب الإلكترونية والفي آر وبعض الألعاب التقليدية. وفي الطابق الثالث عندنا ملاعب كرة داخلية، فانسكيب سبورت، وهذه طبعا فكرة كنا نحرص عليها، ان اليوم نبغى نشجع يعني من ضمن الألعاب اللي تكلمنا فيها او المرافق الترفيهية، مرافق ترفيهية تشيد يعني تشجع الناس على الحركة. فاحنا نبغى الناس يكونون عندهم الحركة، ونبي العيال يكونون كثر ما هم يعني مرتبطين بأجهزتهم الإلكترونية، ومود أنهم يكون عندهم حركة بسيطة. واضح الشيخ، أنتوا حطيتوا لهم الـ VR وبعد حطيتوا لهم يعني حطينا لهم بالمرافق اللي فيها الحركة. صحيح. وهم اللي يختارون، الحين الكبار هم اللي يلعبون الـ VR أكثر. والله إحنا عندك واحدة منهم. إحنا الألعاب اليوم أمانة خاصة مثل كرة القدم، كرة القدم يخدم جميع الفئات العمرية. صحيح. وجميع الأجناس، وفي فترات مختلفة في المجمع، حتى التسلق. التسلق يعتبر رياضة. صحيح. وممكن أن احنا إن شاء الله في المستقبل بإذن الله تكون فيه برامج حتى تدريبية، فنتمنى أن احنا هذه يعني عوامل جذب في المجمع، ولكن هذه عوامل جذب تجارية. عوامل جذب الأخرى اللي عندنا في المجمع مثل ما تفضل الأخوان في التقرير، عندنا البوليفارد اللي فيه الشاشة، وعندنا طبعا أكواريوم البحرين. نعم. أكواريوم البحرين سميناه بحرين أكواريوم وسجلناه الاسم. بحرين أكواريوم
عبارة عن أكواريوم إسطواني بارتفاع 17 متر عمق و8 متر قطر إسطواني، وراح يتكون يعني أو يحمل 700,000 لتر من الماء. هاي شيء كبير صحيح. وتحدي كان عندنا طبعاً المهندسين على أن تحمل هاي الوزن الكبير اللي راح تأخذه منطقة اللي تحمل الأكواريوم، وراح يتكون الأكواريوم في بداية وقته من تقريباً 85 كائن وحوالي 2700 حيوان حي ما شاء الله. بحري في بداية وقته، وبيزيد إن شاء الله، وبيزيدون إن شاء الله لما يصلون تقريباً 3500 إن شاء الله. إحنا بعد الشيخ لاحظنا أن حتى التصاميم، يعني لو نتكلم عن الجانب المعماري، حتى التصاميم يعني فريدة من نوعها، يمكن خذت الجانب الأوروبي في يعني طريقة التصميم. خلنا نتكلم عن هذا الجانب، وكذلك الشركات اللي شاركت يعني معاكم، شلون كان التفاعل معها؟ احنا اول شيء التصاميم اليوم صارت مهمة جدا صحيح. حق المستخدم او الزبون او الزائر. نعم. فاحنا حرصنا الحرص الكبير ان احنا في مختلف اماكن المجمع نعم. التصميم يختلف عن المناطق الثانية، وحاولنا ان طبعا احنا نسميه البوليفارد هذه اللي شكله اوروبي، ولكن في مناطق ثانيه مختلفه يمكن ما ظهرت في التقرير، لكن ان شاء الله نتمنى انها تطلع ونعرضها عليكم في المستقبل ان شاء الله يا رب. اما يعني الشركات والمؤسسات اللي كلمونا عن التاجير الحمد لله، فاحنا حظينا على يعني إشادة كبيرة من جميع من زارنا في المجمع الحمد لله، وإن شاء الله أن احنا نوافيكم بأسمائهم في الأيام القريبة. ممتاز. وحصري طبعا أكيد حق إن شاء الله، فما نقبل إلا الحصري. احنا الحصري يمكن نخبركم أن يعني قرارات اللي طالعة في مملكة البحرين بسبة فيروس الكورونا، راح نفتح أسواق التميمي لأول مرة في مملكة البحرين الأسبوع نعم. القادم بإذن الله، وراح إن شاء الله يعني كأسواق تجارية أو سوبر ماركت أسواق التميمي ونيتشرز ماركت راح يفتحون أبوابهم، ولكن راح يكون يعني محصور للسوبر ماركت فقط. نعم. فهذه هاي شيء حصري. شكرا. ممتاز. وبعد يعني حق ان شاء الله الاسبوع الجاي، قلت الاسبوع الجاي راح يكون باذن الله. الله ان شاء الله. حتى يعني شفنا ايضا في التقرير الشيخ، شفنا ان هناك في يعني مجال للمحلات التجاريه. شنو هي ابرز المحلات التجاريه اللي راح تفتح في المجمع؟ امانه في الوقت الحالي نود ان احنا نعطي الشركات راحتهم، خاصه في الظروف اللي مارين فيها هم يعني صحيح في هاي الوقت، وان شاء الله ان احنا نوافيكم في وقت لاحق عن هاي المحلات باذن الله. المشروع اكيد مر بعده يعني مراحل علشان يعني يظهر بهالشكل وبهذه الضخامه، شنو هي المراحل اللي يعني مرت خلاله؟ والله هي فتره طويله ما شاء الله. طبعا هي التصميم المبدئي في البدايه نعم، وثم دراسه جدوى ومن بعدها تفصيل يعني رسومات تفصيلية ودراسة جدوى مرة أخرى، ومن بعدها طرحنا مناقصة للمقاول الرئيسي، ثم المقاولين يعني أو الأشياء الخاصة في الأمور الترفيهية، والحمد لله يعني كان لابد أن يكون في متابعة وانسجام كفريق عمل. نعم. أن نحن نعمل كفريق عمل فعلا صحيح، على أساس ننتج لو كانوا شركات مختلفة وناس مختلفين في دول مختلفة. نعم. إلا أن العمل كفريق واحد وكهدف واحد أن احنا ننجز هذا المشروع والكل يكون فخور به هو الأساس طبعا. نعم. هي يعني هذه الظروف يمكن يعني الكل قاعد يعني يواجهها إن شاء الله، ولكن يعني احنا متفائلين إن شاء الله يعني خير، واحنا مؤمنين يعني دائما باللي رب العالمين يكتبه إن شاء الله فيما بعد. يعني لابد أن هناك في تطلعات، يعني خلينا نقول لما بعد هذه المرحلة، فشنو هي تطلعاتكم؟
تطلعاتنا بإذن الله إن شاء الله بعد مرور هذه المرحلة إن شاء الله نحن نفتح أبوابنا للزوار، وطبعاً إن شاء الله في نتمنى إن في هاي العام نفتح أبوابنا. وأمانة إحنا فخورين إن عدد كبير من فريق العمل من أهل البحرين والشباب، فحتى عندنا رغبة إن إحنا للطلاب اللي ودهم يتعلمون خاصة في الهندسة وفي هذه المجالات أن احنا نستقطبهم أنهم يتدربون معنا في هذه الفترة. ممتاز. خاصة عندنا يعني جوانب كثيرة مختلفة، نود أن احنا نساهم في يعني الارتقاء بشباب البحرين. نعم، يعني هذه مساهمة يعني جميلة جدا يعني من قبلكم الشيخ. اللي حاب طبعا أنه هو ينضم لكم راح توفرون له طبعا يعني خلينا نقول يعني الجانب التدريبي. نعم. فيما يخص طبعا أمور شنو بالضبط؟ في الجوانب التدريبيه اللي نقدر يعني يساهمون فيها، طبعا حجم المبنى كبير وامور صيانه وامور التشغيل اليومي. ممتاز. يعني خلف الكواليس مثل ما انتم هنا قاعدين، ناس في الاستوديو ورا، انت شفت طبعا وناس يشتغلون. نعم. فمثل هاي الادوار الخفيه عن الانظار لكن لها مساهمات كبيره. صحيح. وما يشتغل المكان بدونه. نعم. فاحنا عندنا اشياء مختلفه في حوض البحرين. في التزلج او في الاماكن الترفيهيه الرياضيه. نعم. في صيانه المجمع وادارته اليوميه، فكلها هاي امور نقدر ان احنا ندعم ونساهم في تدريب البحرينيين على انه يكون عندهم خبره في هالمجال. نعم. انتم ما تقصرون، ويعني عيال الديره ايضا يعني يستاهلون، ويستاهلون طبعا يعني هذا الدعم وهذه المبادره منكم، يعني اكيد محل تقدير واحترام. الشيخ محمد كل الشكر لك، واحنا ان شاء الله نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق يا رب، ونشوف ان شاء الله يعني هذا المشروع ان شاء الله بنفس التطلعات اللي الكل يتمناها وتكون موجوده ان شاء الله على ارض ان شاء الله البحرين. باذن الله. شكرا جزيلا لك. لكم. شكرا. شكرا لك. شاهدينا هذا المشروع الفريد من نوعه يدل على بعد نظر البحريني وتفكيره خارج الصندوق، وإن شاء الله يعني يحمل هذا المشروع كل الخير للبحرين ويكون انطلاقة لمشاريع أكبر إن شاء الله من بعد ما نجتاح إن شاء الله بإذن الله يعني هذه الأزمة. فاصل وبنرجع نكمل معاكم. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، مشاركاتكم تحت الهاشتاج اللي تم اطلاق الراي معاكم في البيت يعني مستمره، وهالشيء اكيد يعني فرحنا ويسعدنا بتواصلكم وتفاعلكم الدايم. اليوم عندنا بعد مجموعه من الفيديوهات اللي توجه رساله تتناسب مع جهود الدوله في مكافحه فيروس كورونا. خلونا نشوف مشاركاتكم اللي تم اطلاقها عبر هاشتاج الراي معاكم في البيت. مشاهدينا هذه كانت بعض التغريدات، الحين خلينا نشوف الفيديوهات اللي يعني شفناها واللي بالفعل لها اثر وهدف يتناسب مع الاوضاع الحاليه، واحنا اكيد سعيدين بهذا التفاعل الكبير اللي يدل على مسؤوليتكم واهتمامكم واخذكم الموضوع بجديه. هذه كانت خلينا نشوف الفيديوهات اذا ممكن شباب تعرضونها. احنا في الشغل عشانكم، خليكم في البيت عشاننا، خليكم في البيت مع برنامج الراي. يا ديرتي لبيه وسمعا وطاعه، نلزم حدود البيت حب وكرامه، فرصه هي راجع كل منا طباعه، وتعزز افعاله فريق السلامه. يد واحده، يدنا في يد بعض، يدنا في يد كل شخص قاعد يضحي عشان هالديره،
يدنا في يد كل شخص قاعد يسهر عشان هالديرة، يدنا في يد الجهات اللي قاعد تشتغل 24 ساعة عشان ننعم بالأمن والأمان. فترة وتعدي، فترة ويرجع كل شيء أحسن مما كان، عشانك، عشان ديرتك، عشان بلد المليون ناخلة، عشان البحرين نور العين. خلك في بيتك، عشانك، عشان أهلك واللي يعزون عليك. فترة وبيرجع كل شيء أحسن مما كان، بس خلي يدنا في يد بعض، يد واحدة. أخوكم الباحث الاقتصادي منذر فيصل. الجلوس في البيت يعتبر يعني أنت المفروض تستفيد منه، تقعد في البيت فرصة للترابط الأسري، معرفة احتياجات العائلة، معرفة أنت بيتك شبيلة ما يمكن ما تدري عنه لأنك مشغول في الشغل، تطلع الصبح ترجع العصر، حتى العيال ما تقدر تشوفهم. فالآن استغل الفرصة، اقعد مع عيالك، اقعد في البيت، لب الواجب. وفوق كل هذا يعني أنت مثلا الآن ما قاعد تكترث أو أنك قاعد تطلع، أنت قاعد تنشر الفيروس. ربما أنت ما تعرف أن فيك فيروس ولا ما فيك، بس خلك في البيت، حتى لو ما فيك أي أعراض خلك في البيت، لب النداء. وهذا راح يكون يعني مساندة للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا برئاسة ولي العهد، بس هذا المطلوب منك أنك تقعد في البيت فقط لا غير. شكرا جميعا يعني على المشاركات اللي قدمتوها في هذا الهاشتاج. يعني لاحظنا أن فعلا يعني عيال البلد كل واحد خذ جانب أو جهة توعوية من نفسه، منه ومن نفسه، وهذه إحنا دائما نأكد ونراهن على وعي عيال هالبلد، لأن مشاهدينا وعيكم أهو إن شاء الله اللي راح ينقلنا بإذن الواحد الأحد إلى بر الأمان. الحين راح ننتقل إلى الفقرة الثانية. وايد نسمع ونشوف أطفال يتميزون ويمتلكون يمكن مواهب إبداعية في مجالات متعددة، وتستمر يعني هذه الموهبة وتكبر معاهم لسنوات طويلة، وفي الغالب يعني تصير عندهم موهبتهم جزء من حياتهم، يعني ما يقدرون أنهم يستغنون عنها، وغالبا تنمو هذه الموهبة بدعم الأهل أو المدرسة أو أي جهة يتواصل معها الطفل. خلونا نتابع هذا التقرير وبنرجع نواصل معكم. مشاهدينا رجعنا لكم من بعد هذا التقرير. شلون ممكن أنت كولي أمر تراعي وتنمي موهبة طفلك بالشكل الصحيح وفي أوقات الفراغ، خصوصا في هذه الأوضاع اللي نعيشها، يعني الكل موجود في البيت، فرصة أكيد أن يعني نكتشف مواهب عيالنا ونشاركهم حتى يعني هذه المواهب في البيت. بنتكلم أكثر مع ضيفتنا الدكتورة دنيا الهاشمي، استشارية طب أطفال والمختصة في هذا الجانب. مساء الخير دكتورة.
مساء النور، يا هلا. اهلا وسهلا فيك دكتوره. يعني خلينا نتكلم عن طرق التعامل او تعامل الوالدين خصوصا مع الطفل الموهوب، وشلون يعني يساهمون في تطوير وتنميه مهاراته. الوالدين لهم دور مهم في اكتشاف الموهوبين من ابنائهم. اهم دور هو توفير كل الامكانيات والادوات التي تؤهل للقيام بهذه الموهبه الخاصه. اعطاء الطفل الثقه الكامله، ممكن انهم يتواصلون مع المدرسه والتركيز على موهبه الطفل، وطبعا يوفرون الامن والامان وجو مناسب في المنزل بالنسبه لتطوير هذه الموهبه. نعم. طيب دكتوره، شنو اهميه اكتشاف يعني موهبه الطفل بالنسبه لتكوين شخصيته في المستقبل؟ يعني خلنا نربط هذا السؤال بالواقع اليوم. يعني اليوم يمكن صارت الأم والأبو أكثر قرب يعني في يعني مسألة طبعا التباعد الاجتماعي وجودهم طبعا في البيت. أعتقد أن هذه فرصة يعني مناسبة أن يعني يتم اكتشاف المواهب، يتم اكتشاف العديد من الجوانب في شخصية الأطفال. طبعا اكتشاف الموهبة عن الطفل تعزز الثقة في النفس. وجود الأب والأم خصوصا في هذه الظروف معاه في المنزل نفسه يعطيه الفرصة إنه ممكن يتحدث معاهم أكثر، يدخلون في مواضيع، ينمي اهتماماته، يصبح هذا الفرد يعني لما يكبر الطفل هذا الموهوب شخصية قيادية مبدعة، ممكن يتميز عن الآخرين بسبب هذا الاهتمام. نعم. طيب يعني الموهبة بحد ذاتها يعني هل هي كامنة في داخل الشخص أم أنه يعني يقدر أنه يكتسبها الطفل؟ العوامل الجينية لها دور في الموهبة. أنه ممكن إحنا نكتشف أنه مثلا في موهبة الشعر في بعض الأسر، موهبة الرسم، تتميز هذه الأسرة أنه في عامل جيني وراثي. لكن البيئة المناسبة هي اللي تحدد كيف تستخدم تلك المواهب الجينية. يعني مثلا إذا ما تنمت هذه الموهبة تتبخر مثل الدخان، ولكن هي إذا نمينا هذه الموهبة وفي قابلية جينية إلى هذه الموهبة، موهبة الشعر، القراءة، الكتابة، الرسم، ممكن أن واحد بالتدريب المستمر يضل مع طول حياته. دكتورة يعني في أي عمر ممكن أن احنا نلاحظ أو نكتشف يعني الموهبة عند عيالنا؟ الموهبة تظهر عند الطفل بين العام الأول إلى 6 سنوات. فلهالسبب إحنا نخلي الأولياء الأمور دائماً ما يلاحظون أطفالهم، لأن هذه الفئة دي العمرية من الأول ل6 سنوات هني تنمى الذكاء. لأن إذا ما في وعي بين الأسرة وبالمحيطين بالطفل إن عندهم هاي الموهبة، عند مثلاً موهبة التحدث أو القراءة أو الرسم. نعم. إذا ما تنمت هي مثل البذرة، إذا ما توفرت لها الظروف تموت. طيب يعني الآن في هذه الفترة يعني هناك في وقت فراغ، يعني يعني ايش كثر يعني الموهبة مهمة بالنسبة لي يعني وقت الفراغ؟ شلون يقدر اليوم الطفل بوجود الأم والأبو بالقرب منه أن يتم استثمارها واستغلالها بشكل الصحيح؟ طبعا هذه فرصة للآباء ان ينحون عندهم وقت فراغ. نعم. بالأنشطة تعود لهم بالفائدة يعني وتروح عن النفس، وخصوصا في دواسط في ضغوط الحياة، مثلا الرجوع الى الرسم، الى القراءة، الى الكتابة، الى الشعر، فهذه دائما تكون ملاذ تخرج من الاكتئاب او تعود الى السعادة الى الأسرة كلها. نعم. دكتور هناك يعني كثير من الأشخاص يعني كبروا وكبرت معاهم يعني موهبتهم وقدروا أن هم طبعا يستثمرونها للحصول على مدخول مادي آخر. إلى أي مدى اليوم يعني تنمية الموهبة والمهارة يعني تشكل أمر هام؟ خصوصا في الزمن هذا وزمن الإنترنت ممكن أن تكون واحد موهبته أو تتحول إلى ممكن أنه عنده عمل ما تكون في نفس مجال الموهبة، ممكن تكون تتحول إلى هواية. الهواية نفسها ممكن تكسب المال، خصوصا في الإنترنت الحين ممكن أن الواحد يتخصص في الجرافيك ديزايننج ولا في الرسم ويعرض أعماله على الرسم،
فهذه ممكن ان هي تكسب تجني الاموال منها. نعم، واحنا يعني ممكن نستفيد. صحيح، احنا بعد لاحظنا يعني دكتوره في يعني هذه الفتره حتى في مواقع التواصل الاجتماعي كثير من الناس قاموا يطبخون، كثير من الناس قاموا يرسمون، كثير من الناس طبعاً. يعني اكتشفوا يمكن عندهم مواهب ثانية في الفترة اللي هم قاعدين في البيت. فعلا فعلا ساعات يعني مثلا بعد عمر معين إن ما اكتشفت هذه الموهبة ممكن الشخص نفسه بعدين يمارس، يكون بالتشجيع أو بالصدفة يقابل ناس عندهم هذه الموهبة ويمارس معاهم ويكتشف إنه تعالى هو عنده سرعة في التعلم في هذا المجال. صحيح. ويتميز والناس بعدين تشتري أعماله. صحيح، يعني أحيانا يمكن مع ضغوطات العمل دكتورة ما يدري الشخص أنه عنده موهبة، بس يعني في هذا الوقت يمكن كثير أعطانا يعني الوقت فرصة أن الشخص يقعد بينه وبين نفسه ويكتشف يمكن ذاته اللي كان مشغول عنها فترة طويلة. فعلا، فأنا أشجع الكل أنه يمسك القلم ويكتب اللي كان في خاطره، يعني يكتبه يرسم مع أبنائه وبعدين يكتشف أنه عنده موهبة وأنه بسرعة ممكن أنه يعمل أعمال جيدة. صح. وبعدين عنده فرصة بعدين لما تنتهي هذه الفترة مثلا يأخذ دروس في الرسم ويطور مهارته وترجع إلى ويطور الموهبة اللي عنده. صحيح صحيح، أنا أشكر لك دكتورة دنيا الهاشم استشارية طب الأطفال، شكرا جزيلا لك على يعني هذه المداخلة وهذه المعلومات. فعلا يعني موهبة الطفل هي الشرارة الأولى لشخصيته، لازم نداريها وما نحاول أن نحجمها أو نلغيها، لأنها يعني تعبر بشكل أو بآخر عن ميوله وما نعرف يمكن تكون مفتاح لمستقبل باهر. شوية اهتمام لموهبة أطفالنا ومتابعة، يمكن يعني نكون قدمنا لخدمة العمر كأولياء أمور. مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الموعد وفي أمان الله.